معانا النهاردة 6 مواقع شباب، 7 مواقع لربح العملات الرقمية. وأولا الموقع ده أنا ساحب منه، وزي ما انتوا شايفين المواقع كلها نفس الموقع دوت كده أهو، المواقع لربح العملات الرقمية والمواقع كلها صادقة يا شباب. تمام، الموقع دوت الربح بتاعه ده من 2000 بيتكوين، ودوت من 20 عملة TRX، وده 300 دوك كوين، وده 800، وده 250، وده 20 يا شباب. تمام، فاصل ونواصل يا شباب. اهلا بكم اعزائي متابعين قناه ربحك عندنا. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مجموعه النهارده شباب مجموعه ممتازه جدا، هسيب لكم تدوينه فيها ال7 مواقع، واللي حابب يشتغل على حاجه معينه يشتغل، واللي حابب يشتغل على المواقع كلها ممكن تفتح موقعين ثلاثه وتشتغل عليهم مع بعض بطريقه سهله جدا، وهوريكم اثبات سحب ليا من الموقع اللي قدامنا دوت. اول حاجه هنخش على طريقه التسجيل يا شباب. لو نزلنا تحت كده هنلاقي اثباتات سحب للموقع بتاريخ النهارده زي ما انتم شايفين، والحد الادنى للسحب 2000 ساتوشي من عمله البيتكوين، وتقدر تجمعهم في فتره قليله لو اشتغلت على الموقع دوت بانتظام. تمام، اول حاجه هنخش على ساين اب يا شباب. بعد كده بنيجي نملا البيانات اللي هتظهر قدامنا، هنحط البريد الالكتروني يا شباب والباسورد، وبعد كده بنحل الكباتشه ونعمل تسجيل. وبكده بقى لنا حساب في الموقع. مش عارف بيبعت رسائل تفعيل ولا لا، مش متذكر يا شباب عشان مسجل فيه من فتره كبيره، فتابع. لو بعت لك رسائل تفعيل فعل، ما بعتش يبقى انت كده حسابك مفعل. بعد كده ندوس على ساين اون من هنا يا شباب، وبعد كده نحط البريء اليوزر نيم والايميل والباسورد، وبعد كده نحل الكباتشه. ممكن تغير الكباتشه من هنا اهو يا شباب، وبعد كده بنحل. هنشرح على موقع واحد وبعد كده نوريكم الموقع كلها من الداخل يا شباب. تمام، وبعد كده هنقول له ساين اون اهو كده يا شباب. دخلت على الموقع زي ما انتم شايفين، انا عندي 1100 ساتوشي، والحد الادنى للسحب 2000. هنترجم كده باللغه العربيه يا شباب. اول حاجه نخش على كلمه التاريخ، المحافظ. هنا الكسب يا شباب، طرق الكسب في الموقع عندك هنا. اول حاجه تصفح المواقع، هتدوس على تصفح المواقع كده، وبعد كده يظهر لك كباتشه تحلها تفتحها. لا، اول واحده، تاني واحده يا شباب، تاني واحده اهي. تمام، هيظهر لك هنا كباتشه اهي تحلها، وبعد كده هيشتغل معاك الموقع بدون اي كباتشه ولا اي شيء. يعني هتدوس على الاعلان ويفتح معاك، وكل فتره وفتره ممكن يطلب منك الكباتشه. تمام اهو يا شباب، يعني هنا بيقول لك ايه، الموقع على فكره ممكن يديك 35 ساتوشي مره واحده او 36، انت وحظك في كل مطالبه. هننتظر كده، فتحنا الاعلان، هنفتح كده نرجع للموقع، هنلاقي هنا عداد اهو بيعد لمده ثواني. اول اعلان على فكره بيدوا لك 35 ساتوشي، بس انا اشتغلت على الموقع امبارح فلسه ميعاد الميعاد الجديد ما جاش، فعشان كده مديني 4 ساتوشي. تمام كده الاعلان خلص. شوف اللي بعده برضه هيديك 4، دوس هنا كده. هنرجع تاني يا شباب اهو، كل ده بيتضاف لك يا شباب، بيتضاف لكم في الخانه السحب. تمام اهو، لو عملنا ريفرش كده للصفحه هنبص هنلاقي الرصيد هنا. للاسف يا شباب الاعلانات عندي خلصت اهو، لقد شاهدت جميع الاعلانات. انا كنت شايف الاعلانات امبارح بيدي اعلانات كتير قوي على فكره. وتيجي هنا عندك بقى بيقول لك ايه، الحساب الاعلانات هنا التزحلق. هنفتح كده حساب الاعلانات، ابص يا شباب هنا بيدي كام، بيدي
31 ساتوشي وخمسة سنت. تمام، ننتظر 14 ثانية. 9 اهو يا شباب، شايفين رصيد اهو اتضاف لي فين اهو، والاعلان اللي بعده 9 سنت 9 ساتوشي. و بس عشان ما اطولش عليكم ايه، هنشوف غيره هنا يا شباب. برضو ديت الخانة دي هتفتح معاك الاعلانات بالشكل دوت، هتلاقي عداد بيعد هنا اهو. الموقع كله يعني يعتبر مكاسب كله اهو، ادانا 2 ساتوشي ونص. هنرجع تاني وعايز تكمل هكذا، بتدوس برضو هنا وبتكمل. تمام، اللي هي الخانة ديت. بعد كده عندنا، بص يا شباب، دوسوا على كلمة هيب دي او مساعدة، هيلب. تمام، كلمة هيلب او مساعدة، وهيجيب لك الخانة اللي قدامك ديت. هنترجم كده باللغة العربية، هتلاقي هنا كاتب لك ايه، سحب الاموال. تمام، هتدوس عليها يقول لك هنا ايه، لا توجد اموال كافية في المحفظة للسحب، لدي مبلغ اقل من المطلوب. هتدوس له هنا الحد الادنى قد ايه اهو يا شباب، هنا كاتب لك الحد الادنى 2000 ساتوشي. تمام، وهنا كاتب لك العنوان على الفوسيت باي 2000 ساتوشي، على المحافظ العادية بياخد 4500 ساتوشي. تمام، انا كنت عامل اثبات سحب، اوريه لكم دلوقتي. لو عايز تضيف محفظتك بتدوس هنا على الخانة ديت، اعدادات تغيير المحفظة، بيجيب لك الخانة اللي قدامك ديت، بتحط هنا عنوان المحفظة، بتدوس له هنا، بيبعت لك رمز على البريد عشان تغير المحفظة بتاعتك. وزي ما انتم شايفين طرق الكسب يا شباب، كل دي طرق كسب في الموقع. في اخر حاجة اختصار روابط، يعني دوس اختصار روابط. عندك هنا اختصار روابط بتديك ايات لحد، بص مجموعة اختصار روابط بتديك لحد ايه، 0.02 على كل رابط يا شباب. تمام، اهو يا شباب هندوس هنا كده، هنجيب لكم السحب بتاعي في الموقع اهوت. زي ما انتم شايفين هنا عندك كل المحافظ والفوست باي اهيت، وهنا ادي السحب يا شباب، دفع 4001 ساتوشي يا شباب. تمام، كنت ساحب على فوست باي. ده كده يعتبر الموقع الاول يا شباب، خلصنا منه وشرحنا كل حاجة فيه. طبعا غير المحفظة ما قلت لك، تخش وتحط ايه، تخش هنا كده وبتغير، حط دوس هنا بيبعت لك رسالة، وبتحط عنوان محفظتك وتبدأ شغلك على الموقع. تمام، بعد كده معانا موقع تي ار اكس. طبعا هتسجل نفس النظام، هتيجي من هنا كده، بس هتملى بقى البيانات عادي غير الموقع التاني اهو. بتحط هنا اليوزر نيم، بعد كده فيرست نيم لاست نيم، الاسم الاول والاسم التاني والايميل، بعد كده الباسورد وهات الباسورد، وتختار الجنسية ذكر او انثى، وبعد كده تحل الكابتشا وتعمل تسجيل. دي بقية المواقع كلها هتبقى بالشكل دوت يا شباب، المواقع التانية غير موقع البيتكوين. تمام، بعد كده هنخش على كلمة لودينج، هنحط الاسم او اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده نحل الكابتشا وهنعمل دخول للموقع. هسيب لكم تدوينة يا شباب فيها كل الموقع. زي ما انتم شايفين انا اشتغلت شوية بس امبارح على الموقع، عملت بيه نص من عملة تي ار اكس. تمام، برضو نفس الحكاية، بتيجي تدوس هنا السحب من هنا، عندك مشاهدة الاعلانات، هتدوس على الكلمة ديت او الشاشة دي. تمام، هيفتح معاك برضو الكابتشا، هتحلها وتبدأ شغلك على الموقع. تمام، هنقفل الاعلان ده. بعد كده هتبص هتلاقي جايب لك الاعلانات كويسة مش وحشة، يعني هنا بيقول لي او حتى الاعلانات اللي عندي خلصت، بيقول لي نوت الاعلانات من فضلك يأتي وقت اخر، يعني شفت الاعلانات اللي عندي جمعت لي المبلغ ده يا شباب. تمام، في عندك برضو طرق تانية للسحب، عندك في اختصار روابط، حملات الروابط جامدة جدا في الموقع برضو، هننزل تحت كده، كل دي اختصار روابط يا شباب، بصهم اهي، كل دي اختصار روابط في الموقع، وبتدي مبالغ كويسة برضو مش وحشة. يعني عندنا اول اختصار روابط بيدينا 12000،
هنا 13,000، 13,000، تمام. ونفس الطرق بقى، كل حاجة فيه زي الموقع التاني. وعندنا الدوت كوين برضو، هنخش على الدخول على طول، مسجلين في الموقع كلها. هل الكباتشا اي استفسار بخصوص المواقع دي يا شباب تقدروا تسيبونا تعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله اثباتات سحب هتبقى قريب باذن الله الموقع دي يا شباب. زي ما انتم شايفين عندي 27 ساتوشي لحد الادنى 300، عملة التي ار اكس لحد الادنى 20، ده 300 يا شباب. برضو اشتغلت عليه برضو شوية، نفس النظام. بعد كده عندنا الليت كوين، ده اعلى حاجة للسحب يا شباب، هنشوفها قد ايه. هنحل الكباتشة برضو، اهو يا شباب برضو شغالة عايزة، ما انتوا شايفين عملة الليت كوين جمعت 113,000. عايز تعرف السحب قد ايه، تخش برضو من هنا كده على الويست روم، ويفتح معاك محفظة الفوست باي، او انت عايز تعرف على اي محفظة تسحب على الفوست باي مثلا، هندوس له هنا كده. اهو يا شباب زي ما انتوا شايفين كده كاتب لي 800,000 من عملة الليت كوين، تمام. عندنا بعد كده عملة البيتكوين كاش، الحد الأدنى 250,000 يا شباب، 250,000. مش محتاج ان انا ايه اخش عليها واوريلكوا بقى من جوه وكده، ايه اهو هتلاقوا هنا كل السحوبات تحت هنا يا شباب. اقل حاجة في هنا السحب 150، بس مش عامل ده ولا ايه، ولا على محفظة معينة. وعندنا عملة جي بي الدي جي بي يا شباب، هننزل تحت كده برضو لحد الادنى 20. والعملة دي طبعا ضعيفة في الربح بتاعها، قليل ولا دي الحد الادنى للسحب قليل جدا يا شباب فيها، وتقدر تكسب منها ارباح كويسة. وبس يا شباب كده اكون انتهيت من الشرح، هسيب لكم المجموعة كلها في تدوينة تحت الفيديو. كده اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.